السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أناقة مغربية. معكم إلهام. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم ويلقاكم كيف العادة وانتم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. إن شاء الله نقدم أو نشارك معكم مائدة الإفطار اللي سهلة وبسيطة، من أسهل ما يكون والأكثر من ذلك اقتصادية، وكذلك ما غاديش تاخد منا وقت طويل بطبيعة الحال اللي عرفنا كيفاش ننظموا الوقت ديالنا. فخليكم تشوفوا معايا الفيديو للأخير باش تعرفوا على الوصفات ديال هاد المائدة اللي بسيطة بزاف، وتعرفوا كذلك على طريقة تنظيم الوقت. فما تنساوش خليوا لي لايك، تشجعوني بتعليقاتكم ونصائحكم، تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم باش تعمل فائدة. بالنسبة لنا جداد لأول مرة يزوروا القناة ديالي، فكنتمنى انكم الى عجبتكم القناة تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد، ونخليكم مع تتمات الفيديو. فبالنسبة للفطور ديال اليوم بديت كنوجدو من بعد صلاة الظهر، فمنين دخلت الكوزينه لقيت خاصني شي حاجات، فغادي نمشي لبيم باش هكا نتقدى هذاك الشيء اللي خاصني. فقبل ما نمشي لبيم فعجنت العجينه ديال البيتزا واحتفظت بها في الثلاجه باش هكا نستغل الوقت، ومنين نرجع من بيم نلقى العجينه ديال البيتزا ارتحت ليا. وما غاديش نشارك معكم في هذا الفيديو هذا المقادير ديال عجين بيتزا، حيت ديجا كنت قدمت معكم واحد الفيديو اللي كنت شكلت منه خمسة الاشكال ديال المملحات، فانا درت نفس العجين ديال هذاك الفيديو، وغنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. فمن بعد ما دخلت البيم غنمشي مباشره نتقطع هذاك الشيء اللي خاصني، مش هكا ما نبقاش ندور بزاف ونضيع الوقت. غادي ناخذ صلصه الصوجا حيت ما بقاتش عندي، غناخذ كذلك الحليب، وغادي ناخذ البصل اللي كنستخدموها في جميع الاطباق، وغادي ناخذ التفاح اللي كنت ناويه نديرو كحشوه للكريب الحلو. كذلك غادي ناخذ الزبده، وكانت واحد الاخت سولتني على النوع ديال الزبده اللي كنت درت في ليبيغيوش العجين ديال ليبيغيوش، فهي هذه زبده بدويه، فماشي بشرط انك ديري هذه الزبده بدويه، ممكن ديرو اي نوع ديال الزبده بهذا الشكل هذا اللي كتكون النوعيه ديالها ممتازه تكون جيده، هكا باش كتجينا العجين رطبه وكتجينا حتى في المذاق زوينه بزاف. فجميع انواع ديال العجين فحاولوا تعتمدوا الزبده اللي كتكون من نوعيه ممتازه، ما ديروش فيها الزبده اللي كتكون ديال الطاسه. صافي، كذلك خديت جوج انواع ديال الجبن موزاريلا، وكذلك خديت الجبن الاحمر. اخيرا غادي ناخذ البيض. صافي، دابا غنكون تقديت كاع داكشي اللي خاصني. دابا غنمشيو نرجعو للكوزينه باش نكملو التوجات ديال الفطور. فحاولوا دائما تبداو بالوصفات اللي كتاخد منا وقت طويل في الطهي ديالها باش هكا تستغلوا الوقت. وبالنسبه للاشياء اللي دغيا كتوجد لينا نخليوها حتى لاخر حاجه، بحال انا العصير ديال اليوم وجدت واحد العصير اللي ساهل بزاف فوجدته اخر حاجه. صافي، من بعد ما دخلت فجبت العجين ديال البيتزا من الثلاجه، نخليها جوج دقائق او ثلاثة دقائق باش ما تبقاش بارده بزاف ويسهل عليا نطلقها بكل سهوله. في هذا الوقت هذا غنمشي باش غنوجد الشوربه ديال السانطيل اللي غنحتاج ليها ثلاثه الحبات ديال الطماطم، انا كانت عندي ديجا في الثلاجه، ممكن انكم تحكوا ثلاثه الحبات طماطم او تطحنوهم، كذلك حبه ديال البصل قطعتها طريفات صغار ممكن تطحنوها او تحكوها، وعندي قطع ديال الدجاج، كتبقى الكميه على حسب الاختيار ديالكم. بالنسبه للتوابل فغادي نحتاجوا الملحه، شويه البزار، خرقوم، عسكين جبير، ونص معلقه صغيره ديال السمن، وعندي معلقه جوج معالق كبار ما بين القزبر والمعدنوس وشويه ديال الكرافس، ممكن انكم تسغناو على الكرافس. وكذلك عندي زلافه صغيره ديال السانطير وكميه ديال زيت الزيتون، وكنعتذر على الصوت ديالي فمريضه شويه، ضاربني البرد، كنتمنى ان الصوت يكون واضح ليكم. فغناخذ البصله مع الطماطم مع الطريفات ديال الدجاج والتوابل، ونضيفوا العناصر كامله، نخليهم حتى يتقلاو لينا مزيان. من بعد ما غيتقلاو لينا غنضيفوا ليهم الكميه ديال الماء الدافي،
وغنخليوه حتى يطيبوا لينا مزيان. وفي هذا الوقت هذا اللي كتكون طيب لينا فيه الشوربه مره مره وحنا كنحركوها، وغادي نمشيو باش غادي ناخذ العجينه ديال البيتزا بالاستعانه بالدقيق، غنحطوها على البلون دو طرافاي، غنشكلوها على شكل بودون، قطعته جوج قطع، قطعه صغيره غنشكلو منها البيتزا، وهاد القطعه الاخرى اللي كتكون كبيره درتها كويرات اللي غادي نشكل منها البطبوط صغير، قرصته وخليته يخمر ليا. وفي هذا الوقت هذا غنبدا نقرص البيتزا ونطلقها هكا شويه بالمدلك. نحاولوا نرقوا ليها الوسط ديالها، وبالنسبه للجناب نخليوهم غلاط. من بعد غادي نديروها في اللاطه اللي غندخلوها للفرن، وغنقرصوها شويه ونقادوا ليها الجناب ديالها باش يجينا الشكل ديالها دائري. ومن بعد غناخذوا الفورشيط وغنتكوها، ولكن غنتكو غير الوسط ديالها. بالنسبه لهذوك الجناب اللي خليناهم غلاض ما غاديش نتكوهم بالفورشيط، وما غاديش ندخلوا البيتزا طيب لينا نصطيبها في الفرن. غادي نديروا عليها الحشوه، عاد من بعد غادي ندخلوها للفرن. غادي نديروا عليها صوص طوماط اللي كاع ما طيبتها من قبل. خديت صوص طوماط ضفت ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزعتر، شويه ديال بودره الثوم، وشويه ديال الابصار، وغادي ندهن بها العجين ديال البيتزا. فبالنسبه هنايا العجين والحشوه غيطيبوا لنا مره واحده في الفرن، هكا غنكونوا استغلينا الوقت. صافي، من بعد ما غندهنها كامله غنضيف ليها الجبن موزاريلا، وغنضيف ليها كذلك القطع ديال البصل، ونضيف ليها كذلك الطون، ونضيف ليها قطع ديال الزيتون. فبالنسبه للحشوه ديال البيتزا ممكن انكم ديروا ليها الحشوه اللي بغيتوا، ممكن كذلك تكتفيوا فقط تعمروها غير بالخضر، حتى هي كتجي لذيذه بزاف. فمن بعد غنسخنوا الفرن على 180 درجه، غندخلوها طيبنا من الفوق والتحت حتى طيب لينا مزيان. من بعد غنخرجوها وغنحتفظوا بها حتى يقرب لينا الفطور. عاد غادي نحكوا عليها كميه مهمه ديال الفرماج باش يجينا المذاق ديالها لذيذ بزاف. غندخلوها للفرن نخليوها حتى يدوب لينا الفرماج كذلك تسخن لينا مزيان، ومنين نخرجوها نحكو عليها شويه ديال الزعتر من الفوق، ممكن نضيفو حتى زيت الزيتون عليها من الفوق. صافي، وكتقدموها على المائده. في هذا الوقت هذا غنرجعوا باش غنشوفوا الشوربه اللي كيكونوا طابوا ليها دوك طريفات الدجاج. غنضيف ليها معلقه كبيره ديال مركز الطماطم او مطيشه ديال الحك، وغنضيف لها كذلك الكميه ديال السانطير، وغنبقاو مره مره وحنا تنحركوه حتى طيب لينا السانطير. وفي هذا الوقت هذا غيكون خمر لينا البطبوط، فغنمشي باش غادي نطيبو. فعندي كميه قليله من البطبوط فغادي نطيبو في وقت اللي قصير بزاف، وفي نفس الوقت انا كنحرك الشوربه ديالي حتى كيطيب لنا السانطير، كنضفيو على الشوربه وكنحتفظوا بها حتى يقرب لنا الموعد ديال الفطور، وغنسخنوها شويه. وفي الوقت اللي كنت كنطيب فيه البطبوط كنت كنوجد فيه الحشوه ديال البطبوط، ولكن ما كملتهاش كامله، حتى كملت طيبت البطبوط كامل عاد كملت الحشوه اللي درت فيها الرز مسلوق، كذلك قطع ديال لانشون مع المايس، كذلك الزيتون قطعته طريفات صغار، وكذلك الفروماج حكيته، وضفت كذلك القطع ديال الخس، ممكن تضيفوا حتى لي شابينيون، الطون، تضيفوا اي حاجه بغيتوا. صافي، وضفت ليها المايونيز وخلطت الحشوه كامله باش تجيني مخلطه، عمرت بها البطيطات كاملين. غنمشي دابا باش غادي ندير عليها الفيلم اليمونتير ونحتفظ بها جانبا باش هكا ملي نقرب الموعد ديال الفطور نقدموها وهي بارده، ما غاديش نحتاجو نسخنوها. غادي نحتفظوا فقط بالعناصر اللي غنسخنوها، هي اللي نخليوها في الكوزينه، والعناصر الاخرى فكنوجدها وكنديرها كندير عليها الفيلم اليمونتي وكنحطها فوق الطبله مباشره. وغنمشيو دابا باش غنوجدوا الكريب ديالنا اللي غنخرجوا منه كريب حلو كريب مالح. فغنحتاجوا لي 4 الحبات ديال البيض، غادي نهرسهم في واحد الاناء، وغنضيف لهم كذلك قبيصه ديال الملح، غنضيف معلقه كبيره ديال سنيده،
ونضيف كمية ديال زيت المائدة تقريبا ربع كأس، وغادي نخلط مزيان بالفواح حتى ينسجموا لنا العناصر. من بعد غادي نبدا نضيف كمية ديال الدقيق، لكن ما غاديش نضيفوا الدقيق مرة واحدة، غنبقاو هكا نضيفوا المرة الاولى ونخلطوا مزيان، نضيفوا كذلك الحليب وغنستمروا هكا كنضيفوا الدقيق والحليب بالتناوب وحنا تنخلطوا حتى غنكملوا الكمية كاملة عندنا ديال الدقيق والحليب. بالنسبة للكمية ديال الدقيق اللي عندي 250 غرام، وبالنسبة للحليب عندنا نصف لتر. صافي غنبقاو نخلطو مزيان حتى ما يبقاوش لنا الكريمو في الخليط، باش نضمنوا ان ما يبقاوش لنا هذوك الحبيبات في الخليط، فغادي نصفي الخليط. فعوض انكم ما تخلطوا الخليط ديال الكريب بيديكم، فممكن انكم ديروا الخلاط الكهربائي وتخلطوا فيه كل شيء. وبغيت نقول لكم باللي هنايا البيضات اللي استعملت ربعات البيضات اللي صغار، الا كانوا عندكم البيض اللي كيكون متوسط او كبير فقط استعملوا ثلاثة ديال البيضات. فلا احترمتوا عفوا جميع هاد المقادير هادي، فغيجي لكم الشكل ديال الكريب هو هذاك، ما غاديش تحتاجوا تضيفوا الحليب او تضيفوا الدقيق. من بعد كيف غتشوفوا معايا غادي نقسموا الخليط، من بعد ما غنصفيه لجوج ديال الاجزاء، اللي الجزء الاول غادي نضيف ليه الفانيلا باش غيكون عندي هو الكريب الحلو، والنصف الثاني غنضيف ليه او نسمو بودرة الثوم والزعتر، ممكن تنسمو باي حاجة بغيتو، وغيكون لنا هو الكريب المالح. فكيف ما شفتوا معايا ف يعني لحاولنا نستغلوا هكا كل عجين نخرجوا منه جوج ديال الاشكال، فغادي نحاولوا ننظموا الوقت ديالنا وما غاديش نحتاجوا وقت طويل باش نوجدوا الفطور. بحال دابا الكريب خرجنا منه كريب مالح وكريب حلو، وكذلك العجين ديال البيتزا خرجنا منها البيتزا والبطبوط. فهكا الى درنا كل عجين بوحدها فغيحتاج وقت طويل بزاف. من بعد غادي ناخذ المقله الخاصه بالكريب وغادي نخليها تسخن ليا مزيان، وغادي نبدا نطيب الكريب ديالي. غنبدا بالكريب الحلو هو الاول، من بعد هذا غادي نطيب الكريب المالح. وانا كنطيب في الكريب الحلو وانا كنوجد في الحشوه اللي غادي ندير فيه باش هكا نستغل الوقت. من بعد ما كطيب ليا الكريب كنقلبها على الجهه الثانيه حتى كطيب ليا مزيان، وغادي نديرها في شي منديل وندير وحده فوق وحده ونغطيهم بالمنديل باش هكا يعرقوا ليا ما يبقاوش قاصحين او يجيونا الجناب ديالهم قاصحين، باش يجيونا رطبين ونقدروا نشكلوهم بالشكل اللي بغينا. فغنمشيو باش غنوجدوا الحشوه المالحه اللي غنديروا في الكريب المالح، اللي غادي نحتاجوا ليها حبه ديال البصل قطعتها طريقات صغار، جوج حبات ديال الكرعه اللي حكيتها في الحكاكه رقيقه، ثلاثه الحبات ديال الجزر اللي حكيتهم في الحكاكه كذلك رقيقه، كميه ديال الكفته ممكن ديروا الكميه اللي بغيتو، كذلك غنضيف لها قطع الدجاج. عندنا كذلك كميه ديال زيت الزيتون، وعندنا بودره الثوم والزعتر، غنحتاجوا كذلك الملحه، سكنجبير، شويه ديال التحميره، صلصه الصوجا حتى هي غادي نضيفوها. فخديت المقله درت فيها زيت الزيتون، ضفت ليها البصله حتى طاحت ليا مزيان، ضفت ليها القرعه مع الجزر وخليتهم تطابو، فرتت عليها شويه ديال الكفته باش تطيب لينا دغيا، وكذلك ضفت القطع ديال الدجاج، وكذلك ضفت التوابل اللي قلت لكم مع صلصه الصوجا. وغنخليو الحشوه ديالنا تطيب لينا مزيان. من بعد ما كطيب لينا غنضيفوا ليها القطع ديال الجبن المثلث، ممكن تضيفوا قطع ديال الجبن المربع اللي بغيتوا. صافي وغنخلطوا مزيان حتى يذوبوا لينا في الحشوه. صافي وكتكون لينا الحشوه ديال الكريب المالح موجوده. غنمشيو مباشره باش نعمروا الكريب المالح، فغنديروا كميه ديال الجبن مبشور،
غنضيفوا ليها كميه ديال الحشوه وغنطويوها بالشكل اللي كتشوفوا. فلا بغيتوا تلصقوا هاد الجهه هذه باش تلصق لكم مزيان، فلصقوها بالزبده او بالخليط ديال الماء مع الدقيق اللي بغيتوا. انا ما غاديش نلصقهم حيت من بعد غادي نزيد نسخنهم في المقله وغادي يتلاصقوا ليا. صافي غنستمر هكا كندير كميه ديال الجمه بشور الحشوه وكنطوي بالشكل اللي كتشوفوا، حتى غنكمل الكميه اللي عندي كلها. وفاش غادي يقرب الفطور فغادي نسخنوهم شويه في المقله. فبالنسبه للكريب الحلو فانا ما شاركتش معكم الطريقه ديالو حيت سهله بزاف والمعظم ديالكم هاد الحشوه هادي كيديروها. فحشوه بسيطه بزاف، درت فيهم الحشوه ديال النوتيلا مع قطع ديال الموز وطويتهم بهذا الشكل هذا وزينتهم بالشوكولا من الفوق. كنت غادي ندير الحشوه ديال التفاح فصافي وقررت انني ندير فيهم النوتيلا مع الموز. فبالنسبه الى بغيتوا ديروا الحشوه ديال التفاح ممكن ديروه طريفات صغار وتعسلوه في شي مقله مع شويه ديال سنيده والزبده، تخليوه حتى يتعسل لنا مزيان وديروه كحشوه فغيجي لذيذ بزاف وزوين. صافي غنحتفظوا بالكريب الحلو، تاهو درت عليه فيلم اليمونتا وغادي نمشي باش غنحطو فوق المائده باش يجيني ساهل. ومن نقرب ليا يعني قرب الموعد ديال الفطور بقات لي تقريبا 10 ديال الدقائق، فخديت المقله اللي سخنتها مزيان ودوتها واحد الكميه ديال الزبده دهنتها بالزبده وغنحط عليها الكريب المالح وغنحطو على هذيك الجهه اللي كانت لينا ما تلاصقاتش لينا. فكيف ما شفتوا فمن بعد ما كيتحمروا لينا كتلصق لينا هذيك الجهه، ما غاديش نحتاجوا قبل اننا ندهنوها بالزبده وكيبقى لكم نتوما الاختيار. فغنديروا على الجهه الثانيه حتى كيتحمروا لينا مزيان وكنقدموهم وهما سخان حيت كتكون فيهم في الحشوه الكفته فضروري نقدموهم هما سخان. فبالنسبة لهذا الفيديو هذا في المونتاج كان عليا نديرو قبل من الفيديو ديال اللي كنت كنسخن فيه الكريب المالح، فانا نسيت ودرته هو اخر حاجة. فبالنسبة لهذا العجين ديال الشهدة فدرتها وجدتها مباشرة من بعد ما عمرت البطبوط، فوجدت هاد العجين هذه وما شاركتش معكم المقادير حيت ديجا هاد العجين وجدتها معكم في لي بيغيوش اللي كانوا بالحشوة مالحة. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، غير هو الاختلاف اللي كاين هو عوض ما ديروا في هذيك العجين ديال المملحات زيت الزيتون غديروا كيس ديال الفانيلا. وكذلك بالنسبه للحشوه كيف كتشوفوا غنديروا فيها الشوكولا. وبالنسبه كذلك العجين ديال المملحات اللي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، فممكن انكم عوض زيت الزيتون في هذه العجينه ديال الشهده ديروا زيت المائده حيت كتكون حلوه ما خصناش نديروا فيها زيت الزيتون، وتضيفوا كيس ديال الفانيلا عوض بودره الثوم والزعتر. فكنتمنى ان الشرح يكون واضح لكم. صافي من بعد غناخذ العجين غنكورها هكا كويرات صغار وغندير وسط منها طريفات ديال الشوكولا وغادي نديرهم بالشكل اللي كتشوفوا. غنحط كل كويره حده وحده غنستمر حتى غنكمل العجين اللي عندي كلها. فبالنسبه للحشوه ممكن تعوضوها بلا كريم باتيسير حتى هي تجي زوينه، او ممكن انكم عوض ما ديروا الشهده اللي تكون حلوه ديروها بحشوه مالحه حتى هي غيجي الشكل ديالها لذيذ بزاف. صافي من بعد ما غنكمل الكميه اللي عندي كلها غادي ندهنها بشويه صفار البيض مع شويه ديال الحليب وغندخلها للفرن اللي سبق لي وسخنته على 180 درجه، نخليها حتى تطيب ليا من التحت ونطلعها ونشعل عليها عفوا الفوق حتى تحمر لينا مزيان. ومن بعد ما تحمرات لينا مزيان غادي ندهنوها بشويه ديال الكونفيتور، عندي سائل خاص بالحلويات ممكن تدهنوها بالناباج او العسل اللي متوفر عندكم، وزينتها باللوز ايفيلي ممكن تزينوها بالشوكولا مبشور او بالكوك باي حاجه بغيتو. صافي وكيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. وبالنسبه للشكل النهائي ديال المائده ديال اليوم فهي هذه البيتزا من بعد ما حكينا عليها الفرماج وسخناها في الفرن كتجي زوينه بزاف ولذيذه. سلقت البيض حطيت التمر شباكيه، كذلك حطيت الحليب بارد
وبالنسبه لهذا العصير هذا قلت لكم هو اخر حاجه وجدتها وما شاركتهاش معكم في الفيديو، راه سهل بزاف. خديت برتقاله واحده وكذلك خديت حامضه واحده، قطعتهم نقيتهم وقطعتهم طريفات صغار وطحنتهم في الخلاط الكهربائي مع لتر ديال الماء وخليتهم حتى تخلطوا مزيان. من بعد صفيتهم وضفت عليهم سنيده، وممكن تضيفوا اي نوع ديال الفواكه عندكم، انا ضفت لهم الخوخ. صافي وطحنتهم مزيان وقدمتوه وهو بارد، فراه عصير كيجي زوين ومنعش وكذلك ساهل بزاف. كذلك بالنسبه للشهده راه كتجي رائعه، وحتى الكريب الحلو راه كيجي زوين بزاف. وبلا ما نقول لكم على الكريب المالح راه كيجي روعه روعه روعه، بالحشوه ديال طريفات الدجاج مع الكفته راه كيجي المذاق ديالو بحال طاكوس، راه كيجي هائل رائع. وحتى دوك البطيبيطات كيجيو بهذيك الحشوه البارده زوينه بزاف. بالنسبه للشوربه راه كتجي لذيذه بزاف وزوينه، انا كتعجبني هكا خفيفه، خليتها خفيفه عفوا، فممكن تخليوها ثقيله ما تخليوهاش خفيفه بزاف على حسب الاختيار ديالكم، الاهم انها راه كتجي لذيذه بزاف. كان هذا هو الشكل ديال المائده ديال اليوم، كيف شفتوا معايا اقتصاديه وسهله بزاف، وكذلك يعني الا نظمتوا الوقت ديالكم ممكن تستغلوا بزاف ديال الوقت. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي لايك، تشجعوني بتعليقاتكم، تبارطاجيو الفيديو مع اصحاب والحباب باش تعمل فائده. والسلام عليكم، تلقاو فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله، وشكرا على المتابعه. وكنقول لكم مره ثانيه المعذره على الصوت ديالي، وكنتمنى هذا الفيديو يكون واضح لكم.